جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية أصدر صباح اليوم. أهلا بكم. نبدأ بالصحافة المحلية ومنشطات صحيفة الأهرام. 5.2% أفضل معدل نمو للاقتصاد منذ عام 2012. الرئيس يوجه برفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونيا. استمرار قبول طلبات شراء الأراضي في 23 مدينة جديدة حتى بعد غد، و32 شركة قدمت في اليوم الأول. البرلمان يوافق على قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية برئاسة رئيس الجمهورية. إلى منشطات صحيفة الأخبار، الرئيس يتابع خطط الإصلاح الإداري وتحسين الخدمات الحكومية. إطلاق أول قمر صناعي 80% صناعة محلية في يوليو المقبل. العالم يحتفل بأجواء الميلاد وسط أجواء أمنية مشددة. غرق الدلتا، غول ينتظر الترويض. 5 مناطق في دائرة الخطر والحكومة تحاول إنقاذها ب2.5 مليار جنيه. نقرأ أيضا من صحيفة الشروق، الرئيس يبحث آليات نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية مع مدبولي والسعيد. تقارير إسرائيلية، واشنطن تتراجع عن صفقة القرن. الصحة تحصل على ميزانية تطبيق التأمين الصحي الشامل والبدء 1 يوليو. ثنائية بئر العبد والمنطقة الصناعية، طريق سيناء لتنمية غير مسبوقة. حزام أمان بشري وتنموي لمنع تمدد الإرهاب. ومن الصفحة الأولى للمصري اليوم، شكري في زيارة كسر الجمود لأديس أبابا. أبو زيد يؤكد نتحرك إدراكا لحساسية الموقف. بدء تكريك النيل بعد شحوط البواخر السياحية في أسوان وخطط سنوية لتجنب تكرار الأزمة. وزير الصحة 30,000 جنيه راتب الطبيب في التأمين الصحي الجديد، و3 هيئات تتبع الرئاسة لاختيار الكفاءات. من أبرز عناوين صحيفة الوطن، بعد النووي مصر تدخل عصر الفضاء بوكالة ومدينة، والقمر ينطلق يوليو المقبل. الخارجية، سنطرح أفكارا جديدة لاعتماد تقرير المكتب الاستشاري بشأن سد النهضة. مطار مرسى علم يستقبل 170 سائحا إيطاليا، و90% نسبة إشغالات الفنادق التاريخية بالأقصر. الأهلي يواصل النزيف في الدوري بعد تعادله مع دجلة ويفقد نقطتين في الصراع على القمة. عودة إلى صحيفة الأهرام وعمود الشاعر الكبير فاروق جويدة الذي أكد فيه أن مصر خاضت في الأيام الأخيرة معركة دبلوماسية وسياسية من طراز رفيع سيتحدث عنها العالم كثيراً. كانت الجولة الأولى في مجلس الأمن عندما تصدت مصر للقرار الأمريكي بتسليم القدس هدية رأس سنة لإسرائيل، وسرعان ما انتقلت مصر بالمعركة إلى الجمعية العامة وحققت إنجازا تاريخيا بدعم عربي ودولي لم يحدث منذ سنوات بعيدة. واستطاعت مصر أن تعيد القضية الفلسطينية إلى مكانها القديم، قضية للعرب وللدول المتقدمة وللعالم الذي ما زال يدرك حقوق الشعوب والأوطان. هذه المعركة أكدت أن مصر الصامدة لم تتراجع أمام ظروفها الصعبة وما يجري حولنا من مؤامرات. لقد كانت مصر دائما الحارس الأمين على مستقبل هذه الأمة، وكانت قضية الشعب الفلسطيني قضية العرب الأولى وستبقى. نتحول إلى الصحف العربية ونبدأ بأبرز عناوين صحيفة القدس الفلسطينية. كريسماس حزين في بيت لحم. مشروع المليون وحدة استيطانية ضربة قاضية لمشروع الدولة الفلسطينية. عزام الأحمد يصل إلى القاهرة في صورة مفاجئة. المسعف علاء البلعاوي لم يشفع له عمله فتعرض لثلاثة إصابات. نقرأ أيضا من صحيفة الخليج الإماراتي، عهد التميمي تقهر مخابرات إسرائيل ووالدها يعتبرها أيقونة عالمية. الاحتلال مدد اعتقالها ل10 أيام و200 قاصر في سجونه منذ إعلان ترامب. خضوع غواتيمالا لإعلان ترامب يفجر غضبا عربيا وفلسطينيا. الشرعية تحرر مواقع استراتيجية بالبيضاء وتتقدم نحو أرحب. محنة روهينجا المستمرة ترثي الضمير العالمي الميت. من صحيفة الدستور الأردنية نطالع، كنائس فلسطين تلغي احتفالات أعياد الميلاد احتجاجا على قرار ترامب، وليكود يبحث فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة. الأمم المتحدة تعتمد 12 قرارا لصالح القضية الفلسطينية هذا الشهر رغم إصرار العبادي مطالبات بتأجيل الانتخابات العراقية. بوتين يبحث التسوية في سوريا مع الأمن الروسي، ولافروف يدعو لإسقاط راديكالين للمعارضة.
إلى منشطات الصفحة الأولى لصحيفة الحياة اللندنية. اعتراف إيراني بتفكك ميليشيات الحوثيين، وموسكو مستعدة لدعم حوار بين الرياض وطهران. خطط لبناء 1,000,000 وحدة استيطانية ثلثها في القدس. والسلطة الفلسطينية تعتبرها من تداعيات إعلان ترامب. العثور على جثة قاد خطف في شرق السعودية. والإعدام لستة في البحرين أدين بمحاولة اغتيال قائد قوات الدفاع. من منشطات صحيفة الشرق الأوسط، السعودية تتهم إيران بدعم الإرهابي في القطيف. فريق ولد الشيخ إلى عدن قبل صنعاء، وتكتم حوثي على مقتل قياديين انقلابيين. تضارب حول بادرة من العباد تجاه أربيل. موسكو تلمح لرعاية دولية لإنجاح سوتشي. وعون يصعد مع بيري في أزمة المرسوم، ويدعو رئيس البرلمان للتوجه إلى القضاء. في مقال لها ألقت صحيفة الخليج الإماراتية الضوء على الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، التي ولدت لتكون أيقونة المقاومة الشابة التي تناضل من أجل تحرير الأرض. عهد التميمي فتاة فلسطينية من جيل المقاومة الشابة، التي قدمت وتقدم درسا في الوفاء لأرضها وقضيتها. لم ترهبها إجراءات الاحتلال الذي أقدم على اعتقالها من منزلها عنوة. وحين قدمت للمحاكمة كانت تبتسم في وجه جلاديها لتؤكد أنها لن تنكسر تماما كشعبها الصامد منذ عشرات السنين. عهد التميمي عنوان جديد للمقاومة الفلسطينية، يضاف إلى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الذين نظروا أنفسهم وأرواحهم للدفاع عن قضيتهم التي لم ولن تموت. ورسالتها تكمن في أن كل جيل يخرج من بين صفوفه من يحمل على عاتقه مهمة تحرير الأرض. إلى أبرز ما جاء بالصحف العالمية، والبداية من نيويورك تايمز الأمريكية. ما لا يقل عن 4 مرات خلال أسبوع، إدارة ترامب تربط دعمها المالي للأمم المتحدة بالامتثال لمطالبها. والمبعوث الأمريكي يلمح إلى أن هناك المزيد من القرارات في المستقبل. روسيا تمنع زعيم المعارضة أليكسي نافالني من خوض الانتخابات الرئاسية. والقرار المتوقع يدفعه لدعوة مؤيدي لمقاطعة الانتخابات والنزول إلى الشوارع في مظاهرات. من عناوين جيروزلم بوست الإسرائيلية، بعد قرار غواتيمالا، الخارجية الإسرائيلية تبحث مع أكثر من 10 دول في العالم نقل سفاراتها إلى القدس. في كلمته بعيد الميلاد، البابا فرانسيس يحث على السلام ويدعو للتفاوض من أجل إقرار حل دولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد للصحيفة، التحقيقات الجنائية مع نتنياهو تسببت بالفعل في زلزال سياسي قد يؤدي إلى سقوط حكومته. نقرأ من ديت سايت الألمانية، بابا الفاتيكان في رسالة عيد الميلاد يحذر من تدني القيم الإنسانية في العالم، ويدعو لمساعدة الفارين من أجل البقاء على قيد الحياة وخاصة الأطفال. وزير الخارجية الألمانية يدعو للتعامل مع تركيا على نفس نمط التعامل مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ويستبعد إمكانية انضمامها للاتحاد في الوقت الحالي. ونرصد من لوموند الفرنسية، من الموصل إلى الرقة سنوات في ظل الحرب ضد تنظيم داعش، والمحصلة خراب ودمار وجثث لا تزال تحت الأنقاض. 5,000 شخص يشاركون في مظاهرة في بيرو احتجاجا على قرار العفو عن الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري بسبب مشاكل صحية، وإجراءات أمنية مكثفة للحيلولة دون دخول المتظاهرين المستشفى. ونرصد من عناوين البايس الإسبانية، زعماء إقليميون يعربون عن مخاوفهم من تمدد النزعة الانفصالية بعد نتائج الانتخابات في كاتالونيا. ردا على طرد سفيرها، كندا تعلن أن السفير الفنزويلي لم يعد مرحبا به في البلاد. الخطوات المتبادلة تأتي على خلفية احتجاج فنزويلا على عقوبات كندية ضد مسؤولين فنزويليين تقول إنهم متورطون في قضايا فساد. صحيفة اندبندنت البريطانية لفتت في مقال لها إلى التوجه اليميني الذي طغى على القضاء الأمريكي نتيجة اختيارات ترامب للقضاء خلال العام الأول من رئاسته، وأضافت: في الوقت الذي كافح فيه ترامب على مدار عام كامل على الجبهة التشريعية، نجحت إدارته بثبات تام في اختيار قضاة يمينيين قوميين بمعدل لم يسبق له مثيل من قبل لرئيس خلال عامه الأول. ومع كل تصديق على قرار تعيين قائد جديد في إدارة ترامب، يبدو أن النظام القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية يتحول أيديولوجيا إلى اليمين،
وإذا كان الرئيس الأمريكي قد نجح في تعيين 12 قاضيا خلال العام الحالي، فإن الوضع قد يزداد سوءا بالنسبة للديمقراطيين إذا فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ خلال العام المقبل. وهذه وقفة مع أبرز رسوم الكاريكاتير في صحف اليوم. شكرا لحسن المتابعة. على رأس الساعة موجز الأهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.